بعد ما خلص توجيه إلي أخو بالسعودية، فقال لي أخو أنت بتلعب مصارعة وبتكسر الناس وبتخبط للناس، فإيش رأيك أجيبك على السعودية؟ قلت له خذني، فش شهر شهرين، قالوا اللي أنا مسافر على السعودية. جلست 5 سنين بالسعودية، صار عمري من 18 لخمسة، جيت 23 سنة، جيت فتحت المحل. أول ما فتحت المحل ايش افتحه ايش افتحه، قلت خلاص بجيب بضاعه، اي بضاعه. الان انا بديش اجيب له اي بضاعه، بدي اجيب حاجه مختصه فيها، اللي هي دليل على اني انا كنت زمان كابوي مصارع، فقلت اجيب كابوي اقوى شيء. والله في الطريق لقينا شركه مكتوب عليها كابوش، جبنا كابوي وربنا سهلها ونجحنا فيها، وسمينا اسم المحل زكش نسبه، لانه كنت في المسابق انا واخوي نلعب مصارعه. بالنسبة لمين؟ في اثنين كانوا اسميهم بيتر زكش وتيبر زكش في اجانب، ونشبه في بعض، احنا نمثل زي ما كانوا يعملوا في الناس، وانشهرنا هيك وانشهر المحل هيك. ما بعرفونش انا سليم حتحت، بس زكش تبع الكابوري.